هذا فيديو عن بعض الأمور مرتبطة بالعزف، بعض الأمور مرتبطة بالطباع بشكل عام، يعني مرتبطة بعض المقاطع تكلمت فيها في الفيديو حق العزف، الفيديو حق الأطباع. أول نقطة بدأت ببالي يعني سريعة وتكلمت عنها كثير أثناء مقطع العزف ومقاطع أخرى، اللي الغاية لا تبرر الوسيلة زي ما قلت في خياله. بالنسبة لي شخصيا كيف تسوي الشيء أهم من مجرد فعله، زي ما قلت في أشياء معينة في الخيل أصلا ما تسوى إلا بطريقة واحدة. عن طريقة واحدة لها عدة أنواع، بس زي ما يقول طريقة واحدة يعني من نواحي معينة أنها تعتبر صحيحة. يعني على سبيل المثال أن التحكم التام لا يتم إلا عن طريق كسب الثقة الحقيقية. في الحالة هذه أنت لما تقول الغاية لا تبرر وسيلة، صحيح الغاية لا تبرر وسيلة، بس أصلا ما في طريقة للتحكم التام إلا واحدة أصلا. زي ما قلت مثلا الباب والمفاتيح، عندي غرفة يفتحها 10 مفاتيح، فلما تجيني تقول لي فتحت الغرفة أول سؤال أسألك إياه أقول لك بأي مفتاح، إنك عندك 10 مفاتيح ممكن تستعملها لفتح هذه الغرفة. لكن لما الغرفة أصلاً ما لها إلا مفتاح واحد، مجرد إنك تقول لي فتحتها أعرف أوتوماتيكياً إنك استعملت المفتاح، إن ما في إلا مفتاح واحد لها. ففي بعض الأمور لما تكون سويتها، على سبيل المثال القفز لهذا الفاتح السد حرمور هذه الترقيص، ممكن تسوى بعدة طرق. فكيف سويته أهم مجرد فعله. ممكن تسويه بطريقة من أسوأ الطرق، ممكن تسويه بطريقة من أحسن الطرق حسب الوضع اللي أنت فيه. في بعض الأمور على سبيل المثال التحكم بالحصان عند الخوف الحقيقي، تحكم حقيقي أصلا ما يتم إلا عن طريق ردة فعل صحيحة. طيب ما يمكن تقولي والله كيف سويته أهم مجرد فعله، أصلا ما يسوي له بطريقة واحدة. لكن لما أقول الغاية لا تبرر وسيلة أقصد بشكل عام، بس الطريقة حقتك بشكل عام الغاية فيها لا تبرر الوسيلة. على سبيل المثال لما جيت عسف، يعني أنا أكثر خيل اللي عسفها عسف كامل، زي ما قلت تختلف باختلاف الخيل، يعني بعضها أركبها ركوب كامل أول يوم، ثاني يوم، ثالث يوم، بعضها أركبها وحركها رابع يوم، خامس يوم، بعضها أركبها وحركها بعد أسبوع، بعضها أركبها وحركها وصل خام بعد أسبوع أسبوعين، بعضها هذا بعد 20 يوم، بعضها هذا بعد شهر حسب الحصان حسب الوضع. لكن بشكل عام الأشياء اللي سويها تقريبا تخالف الروتين المتعارف عليه، اللي هو شغل أرضي حول شهر شهرين، لنشات، تتعيب، ركوب مكان مغلق وواحد يقاودك، أن الحصان يقمص ضيع كسرك، تركب السرج تخلي الحصان يقمص، جميع الأمور هذه بدائية اللي يعني تعودنا عليها، أنت في الطريقة تخالفها تماما. أول شيء تسويه في البدوك تحاول توقفها بنفسك بدون ما يساعدك أحد، ولا تسوي شيء في الجود لين توقفها صح في البدوك. ثم في الجود أول شيء تسوي تحاول تخوفها وتردها، وهو عكس ما يفعله الناس في الطرق الأخرى. أول شيء تسويه في أول يوم ثاني يوم هو أنك توديها عند أماكن تخوفها وتحاول تردها، أو تودي الحصان مثلا عند أماكن يبغى يلعب فيها زي الأفراس والمفراس تحاول ترده. فالغرض هنا كله مو باختبار الحصان عند أماكن مخيفة أو اختبار الحصان عند أماكن يرغب بفعل أشياء معينة فيها، الغرض أنك تعلم الحصان مدى دقة يدك حتى في هذه الأماكن الصعبة فيكسب ثقتك. يعني أبغى أعلم الحصان مدى دقتي حتى في هذه الظروف. ليه؟ لأنك بكرة لما تركب الحصان تمر بظروف قد تكون أصعب أو حتى مقاربة للصعوبة. فلما أجي أقول له من أول يوم وثاني يوم شوف أنا أصلاً خدتك في مكان صعب وعلمتك مدى دقة ركوبي، بكرة ما يتفاجأ لما أركبه، بكرة ما يتفاجأ لما أركب مكان مفتوح، بكرة ما يتفاجأ لما أرد وراء الخيل. وهذا السبب ان لما جيت اركبه او ركبه مكان مفتوح ليل جنب خيل جنب سيارات الى حد كبير رده فعله مقارنه برده فعل الخيل العسايف اللي بنفس وضعه تكاد تكون اسطوريه. يعني ليش؟ لان اللي انت سويته في اول يوم اصعب من اللي قاعد تسويه حاليا. بينما لما الحصان طول عمره اصلا ما يمر في مواقف زي المواقف مثلا اللي انا حاطها العسايف فيها في اول او ثاني يوم، هنا فرق شاسع. فنطلب اوصلها لما أقول الغاية لا تبرر وسيلة، بالذات الأشخاص يعني ماشيين زين في الطريق لحد ما، أقصد أن في جميع المراحل الغاية لا تبرر وسيلة. على سبيل المثال دخلت في البدوكة ودخلت في البدوكة أبغى أمسك الفرس، ما أجي أقول عادي أمسكها هي مسكها، بس أهم شيء الجود زين، يعني ما أطمر مرحلة عشان بس أصل لمرحلة ثانية. لأن هدفي العزف، هدفي الفرس، وليس عندي أجندة أخرى. من مثلا شخص عزف عشان أبيع، من بشخص عشان عزف مثلا بكرة مسابق، او عس وفرس وراها مثلا سباق، او عزفها وراها مثلا مسابقه جمال او شيء زي كذا، ما اخذ راحتي، العزف لها والعزف لي
فاخذ راحتي في كل مرحلة ولا اطمرها مهما طولت لين ارى انها جاهزة للمرحلة الثانية من البداية من الصفر يعني. فما اطمر مرحلة البدوك والبايكة بالنسبة لي شخصيا الا وانا خدت اللي ابغاه تماما. فما اطمرها استمر كما دخلت عليها كان مسكر طريقتي، بس قصدي يعني في البدايات اكون ما اتحمس لتركيب المقود والجود لين ابدا اخذ اشياء معينة اثناء التعامل في البدوك ولغة الجسد. لما اجي اقاود ما اطمر الجود العادي الى جود العزف او الى جود مثلا جود برا او جود عادي مثلا في عقوب معقوم ولفات يمين يسار، لين احس اني في الجود العادي اللي هو في الرغبه والرهبه ردها لما تخاف ورد حصان مثلا عند الخيل، حسيت اني اخذت اللي ابغاه بالفعل. ثم انتقل للمرحله اللي بعدها. كذلك الموضوع يستمر لما تركب. لما اجي اركب او الركبه ما عدي مسألة الطمر على ظهره والنزول لين بالفعل أحصل على ما أريد، ثم أبدأ أفكر في التحريك. ما أتنازل عن مسألة التحريك وأحاول أفكر في المسار والخبب لين يبدأ يتحرك بالشكل اللي أنا أبغاه، ثم أفكر في المسار. ما أفكر في الخبب لين يبدأ الحصان يعطيني المسار اللي أبغاه، ثم أحاول أبدأ أخبه. ما أفكر بالهذب لين أبدأ أخب الخب اللي أبغاه، ثم أبدأ أحاول أهذبه. في الحالة هذه أن تضمن الأساس جيد بحيث أني لما أجرب أسوي الشيء الجاي لو فشلت، طبعا عادة لن تفشل لأنه شخص صح، بس أنه يعني ممكن أصلا يوضع لك أنه مو بجاهز أو ما بجاهز أو مثلا لسه توت، تقول حلو أرجع للي بعده اللي هو أصلا أنا ضامنه، يعني اللبنة اللي وراء أو الدرجة اللي وراء أو خلينا نقول الأساس اللي وراء أنا ضامنه، فالأساس اللي بترجع له مطمئن لك وللحصان، خلاص أنت بجاهز نرجع للي بعد اللي وراء. لكن لما تطلع من شيء ما بعد ضبطته الى شيء اخر ما بعد ضبطته، ثم الحصان يحوسك يحاول ينتقل للشيء اللي بعده برضه، تصير تنتقل من مراحل بدون ما تضبطها، وهذا اللي يخلي الحصان بكره مثلا ثاني وثالث يوم الحصان خلاص هذا بفتح وكل سوى كل شيء، وقال قلت الحصان مشى مسار وخبط وهذا بفتح. نعم الحصان بالفعل الركب وبالفعل مشى مسار وبالفعل مشى هذا وبالفعل مشى واسع وبالفعل فتح، هو اللي سواها مو بنت سويتها. يعني ركبت الحصان حاولت تمشي مسار قام انطلق فيك غصب، حاولت وقفه قام وسع وفتح. فشكليا نقدر نقول الحصان بالفعل مشى مسار وخب وهدب وفتح وفوق خيال، بس منطقيا مشى مسار وخب وهدب وفتح وفوق خيال بدون ما يأمر الخيال، بل بالواقع الخيال كان يبغى العكس والحصان غلبه. طب وش المشكلة في الحصان يغلبني؟ ليس المشكلة في ان الحصان يغلبك، المشكلة في كيف الحصان غلبك. لا يمكن الحصان يغلبك في هذه الحالات إلا إذا عندك ردة فعل خاطئة، وبما أن عندك ردة فعل خاطئة معناته الحصان قد يخرب حتى لو ما طلع لك البلاوي الآن يطلع لك يا مستقبلا، والعكس صحيح. لا يمكن الحصان تنجح في رد حقيقي إلا وشغلك صحيح، وإذا كان شغلك صحيح معناته الحصان تدريجي يزيد لا أكثر ولا أقل مثلا ببساطة هذه. فلو أمشي مسار سنة أوزن الحصان أحسن مما أني أخب ثاني يوم ثالث يوم لكن المسار مو موزون، لأن المسار اللي مو موزون أول شيء حصان بيستمر يخرب، ثاني شيء حتى خبه يخرب مما يؤدي إلى هذب خربان أو هذب مو موزون، كذلك الهذب كذلك الواسع كذلك الأمور الأخرى. طبعا لا شك أن الوزن الصحيح أو الركوب الصحيح يساعد مرات مو بشرط بس مرات يساعد في تحسن الحصان في السرعة، هذا اللي يخليني أسوي بعض الأمور مثلا اللنشات ما أعطي حصان أبدا اللنشات أنا ضدها. البدوك الكبير مثلا لما اجي اعزف حصان، حصان من يوم اعزفه هنا خلص بايكه او بدوك صغير 6x6 ما طلع بدوك كبير ما في لنشات ما يقاود ما يتعب، واول يوم لي معه اطلع اقاود ثم ثاني يوم ثالث يوم اركبه، ما في شغل ارضي شهر شهرين، ما في نظام شعيب والتعب حصان تكرفه، ما في نظام تجويع. طب وش اللي يخلي حصان يمشي معك مسار ما يحوسك؟ وش اللي يخلي حصان يمشي معك خوف ما يحوسك؟ يمشي معك هذب وما يحوسك؟ سهل جدا، إن قلنا أن ردة الفعل صحيحة بحيث أن أي اختلاف سيؤدي الوقوف بحيث أني أصلاً لو أخوفها ما أنطلق. طريقة وصلت للمرحلة أنها الحصان هو خايف ترده، يعني ما يحتاج لنشات تتعيب والأمور هذه. الطرق اللي تحتاج لنشات وتتعيب ومحاور ولعن جدف هو أن الحصان أصلاً لو قرر ينطلق انطلق، فهم يسوون أشياء معينة تخلي الحصان يقرر أنه ما يطلع طاقته عشان يحاولون يركبونه، لأنه لو قرر سينجح. هنا أنت تقول حتى لو قرر لن ينجح أصلا، أسوأ شيء يسويه وقف يلعب أو وقف في حج محله. وهذه نقطة جوهرية هي اللي تحدد مسألة
ان العجله ممكن تكون ميزه او عيب. يعني لو استعجلت على فعل شيء معين والنتيجه سيئه او النتيجه نفس ما هي ما استفدت شيء، بالعكس صار العجله سوء مو بعيب مو ميزه. ولكن لما اجيب نفس النتيجه او حتى نتيجه احسن بنفس الوقت وقت اسرع تبقى ميزه او على الاقل عيب. طب ما صار بهذه الميزه، سهل جدا الحصان عرف معرفه تامه ان باختصار لو صار شيء اللي فوقي هذا بيصير لي انا، فيبدا يعطيك اللي تبغاه. فلما اركب مسار او زي ما قلنا في البدايه حتى في البدوك او في البايك او في الجود، زي ما قلت افكر في الحاضر، ما علم الماضي ما علم المستقبل. فرس او حصان عسفه 4 سنوات عمرها، 5 سنوات، كل سنوات دي محيوسه منعوف فيها لعب، جود جمال لعنين جدفه حيسين حوض، ما في اي ثقه ما في اي تحكم، ما لي شغل في الماضي. مستقبلا